السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة. نبدأ في الحلقة بهذا العنوان: بشرة سارة حملها خبر في موقع المصدر أونلاين لجميع اليمنيين، حيث عنوان الموقع: رئيس الوزراء يعلن انتهاء أزمة السيولة، والمخلافي يبشر بوصول الدفعة الأولى من العملة الجديدة إلى مطار عدن. وبندغر أعلن انتهاء أزمة السيولة، وأكد أن حكومته باتت قادرة على صرف مرتبات موظفي الدولة. وبحسب تصريح نشرته وكالة الأنباء الحكومية سبا، فقد أكد بندغر تغلب الحكومة على كل العقبات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية، مبشرا الجميع بانتهاء أزمة انعدام السيولة النقدية التي اختلقتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. وطالب رئيس الوزراء الميليشيات الانقلابية برفع اليد عن الموارد الوطنية وتسهيل عمل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ليتمكن من القيام بدوره على نحو شامل في كل أنحاء البلاد، بداية بصرف المرتبات. ومن جانبه أعلن نائب رئيس الوزراء عبد الملك المخلافي على صفحته في تويتر عن وصول الدفعة الأولى من العملة اليمنية التي طبعت في روسيا الاتحادية بعد أن تم استكمال نقل البنك المركزي إلى عدن. موقع يمن مونيتور عنوان: جيلينكور تنقل مليوني برميل من النفط من إلى اليمن منتصف يناير الجاري. وقالت شركة جيلينكور العملاقة العالمية أنها ستنقل مليوني برميل من النفط من أحد موانئ اليمن إلى أو للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي، وربما من فترة طويلة. ووفقا لبيانات نشرتها أرجيوس ميديا، فقد حجزت جيلينكور ناقلة نفط كبيرة سعة مليوني برميل لترسو على ميناء غير معلوم في اليمن منتصف يناير، والتي ستتحرك نحو جهة غير محددة أيضا. موقع الموقع بوست نقل عن الرئيس هادي قوله إنه حريص على السلام انطلاقا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه الشعب، رغم أعمال وممارسات الانقلابيين على الأرض التي لا تبشر البتة إلى جنوحهم للسلام. وأشار هادي خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من وزير الدولة البريطاني للشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توبياس إيلود إلى تصريحات الانقلابيين التي قال إنها تنسف مرجعيات السلام وتوافق الشعب اليمني والقرارات الأممية ذات الصلة، ومنها القرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. ووفقا لوكالة سبا الرسمية، وأضاف هادي: تقوم بتأمين استحقاقات واحتياجات المواطن والموظف اليمني في كل المحافظات بما فيها المناطق والمحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين باعتبارنا مسؤولين على أبناء شعبنا اليمني كافة. صالح في أهون مراحله، هذا ما اختاره الكاتب مصطفى ناجي ليكون عنوانا لمقاله المنشور في موقع التغيير نت، والذي قال في أجزاء منه: يدرك أنصار صالح أنهم يمرون بأصعب أيامهم، وأن زعيمهم أعجز عن الدفاع عنهم أمام عجرفة الحوثيين. لم ينجح الانقلاب إلا في إثخان جراح اليمنيين، وهذا أمر مفروغ منه. والانقلاب في موت إكلينيكي يتغذى من زوامل الوهم، ويعتاش على مجاعة وتجويع اليمنيين، ويسترزق من مصائبهم وما يلحق بهم من أضرار جانبية ومصائب الحرب التي استجلبت ماكينة عسكرية متفوقة نوعيا وتضرب ولا ترحم. بعد أكثر من عامين ما يزال في المجتمع الدولي من يروج أن صالح هو الملاذ الأخير، دبلوماسيات عريقة تسمح لنفسها بهذا التصور، وتحاول ترويج صالح وبنيه كحل شامل وأنسب شريك لمكافحة الإرهاب، لعلها فريسة تضليل أو أنها لم تحدث معلوماتها حول صالح. صالح وأقرباؤه يخضعون لعقوبات دولية وملزمون بوقف عبثهم في مستقبل اليمنيين وفقا لقرارات مجلس الأمن في الوقت الحاضر. أنصار صالح يهانون تباعا ويعجز عن الدفاع عنهم، والحوثيون يديرون مشاورات على هواهم دون الرجوع إليه كشريك مكنهم مما لا كانوا يحلمون به. لقد باع لهم الجمهورية عدوهم بلا مقابل سوى أحقاده ورغبته في الانتقام، وسوف يبيعونه بين لحظة وأخرى إذا وجدوا ثمنا مناسبا. السعودية توافق على استضافة 4 موقوفين يمنيين من معتقل غوانتانامو،
وهو عنوان لموقع الوحدة وينت، والذي قال بأن السعودية وافقت على طلب الرئيس هادي رئيس الجمهورية باستضافة 4 موقوفين يمنيين من معتقل غوانتانامو والذين يقيم ذووهم في المملكة. وذكر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية في تصريح لوكالة الأنباء السعودية واس بأنه تم إبلاغ ذويهم بوصولهم إلى المملكة وترتيب وتوفير جميع التسهيلات للالتقاء بهم، كما أوضح بأنه سيتم إخضاعهم للأنظمة المرعية بالمملكة التي تشمل استفادتهم من برنامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية. وعن آخر تطورات تصعيد نقابات هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، عنوان موقع الاشتراك نت. مجلس تنسيق نقابات هيئة التدريس بالجامعات الحكومية يعلن الإضراب الشامل، حيث قال بيان صادر عن المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية إن تدشين المرحلة الثالثة من فعاليات الإضراب المتمثلة في الإضراب الشامل جاء تنفيذاً لقراراته، معبرا في الوقت ذاته عن شكره واعتزازه بمواقف أعضاء النقابة التي وصفها بالثابتة. وأفاد البيان بأن هناك جهودا يقوم بها المجلس مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق حلول مرضية للمطالب المشروعة. وخاطب المجلس منتسبي النقابات بالقول إن إضرابهم أو إضرابكم للمطالبة بحقوقكم المشروعة وعلى رأسها المرتبات والأجور هو عمل نقابي قانوني لن تنال منه الدعاوى المغرضة التي تهدف إلى حرمانكم من تلك الحقوق، موضحا أن التمسك الدائم بالحقوق المشروعة والتعبير عنها وفق الأطر النقابية والمدخل الحقيقي والفاعل لنيلها. موقع المشاهد نت عنوان النازحون اليمنيون من جحيم الحرب إلى الآلام والجوع والبرد. ويقول الموقع يعيش مئات الآلاف من النازحين اليمنيين الذين أجبروا على مغادرة ديارهم جراء الحرب وضعا إنسانيا كارثيا في ظل استمرار النزاع وانسداد أي أفق للسلام على المدى القريب، واضطر أكثر من 3 ملايين يمني لترك ديارهم وسط انهيار شبه كلي للخدمات الأساسية وضعف الاستجابة الدولية لتداعيات الحرب التي خلفت واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم من حيث عدد السكان المحتاجين للمساعدات العاجلة حسب الأمم المتحدة. ويضيف الموقع يقطن معظم النازحين في مناطق ريفية أو لدى أقارب أو مساكن بالإيجار في المدن الرئيسية الخاصة وخاصة في العاصمة صنعاء، بينما لجأ آخرون إلى مخيمات إيواء في محيط العاصمة ومحافظات مثل عمران ومأرب وإب. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. يفلت المجرم حين يسود الصمت. وحين تصم الضمائر آذانها عن صوت الضحية. التوثيق خطوة أولى في طريق العدالة. والصورة شاهد ودليل. لست وحدك، كلنا معك، شاركنا قصتك. أهلا بكم من جديد. تعيينات يمنية في الوقت الضائع أعباء على حكومة بلا وزارات. حول هذا العنوان كتبت صحيفة العرب الجديد وقالت في حكومة من دون وزارات لا يتوقف صدور قرارات التعيين في اليمن حتى تأتي موجة جديدة وسط انتقادات تواجهها من أوساط عدة ترى أنها تعبر عن محسوبيات ومحاصصة حزبية أو مراكز قوى في الحكومة الشرعية. وضمن آخر موجة من التعيينات أصدر الرئيس هادي قرارا
شمل 16 تعيينا في وزارة الإعلام، بينها تعيين حسين عمر بأسليم نائبا لوزير الإعلام وستة وكلاء للوزارة. وتواجه موجات القرارات الحكومية انتقادات أحدثها بيان مشترك عن الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري، والذي يشددان فيه على أهمية مراجعة وتصحيح كافة قرارات الحكومة في المجالين العسكري والإداري المخالفة للدستور ومخرجات الحوار الوطني ومعايير الكفاءة والنزاهة والتوافق. صحيفة الخليج الإماراتية عنونت إحباط تهريب آثار من تعز. وتقول الصحيفة في التفاصيل إن نقطة تفتيش عسكرية تابعة للجيش الوطني بتعز أحبطت تهريب المعمولات والتحف الأثرية والأدوات النحاسية التي وضعت في شاحنتين بمنطقة الضباب وكانت في طريقها إلى خارج المدينة. وبحسب مصدر محلي فإن نقطة تفتيش تابعة للجيش الوطني ضبطت كمية كبيرة من القطع الأثرية في طريق منطقة الضباب المنفذ الجنوبي الغربي لمدينة تعز. وأوضحت أن تلك القطع كانت مخفية داخل بضائع على متن شاحنتين، وهي عبارة عن منحوتات أثرية وأدوات نحاسية. ومن تعز أيضا وآخر التطورات الميدانية هناك، عنونت صحيفة البيان تقدم كاسح للشرعية غرب تعز. وتقول البيان في التفاصيل تعز شهدت ارتفاعا في وتيرة المواجهات ضمن حملة كاسحة لقوات الشرعية اليمنية لقطع طريق إمداد الميليشيات غرب المدينة، وحررت مجموعة من القرى والتلال هنا. وتضيف الصحيفة تمكن الجيش اليمني من تحرير تلال الأجد والصفراء والشائعة والجبيرية والمشبك في مناطق أو في منطقة العنين بجبل حبشي غرب المدينة، مع زحف متواصل للجيش الوطني لتحرير منطقة الصراهم المطلة على خط الحديدة تعز، وهو الطريق الرئيس لإمداد الميليشيات. الكاتب فتحي أبو النصر كتب مقالا في موقع أو مقالا له في موقع الاشتراكي تحت عنوان تحرير العقل العربي من آفة التطيف، وقال فيه: بمضامينه الديمقراطية والمدنية شكل ما يسمى بالربيع العربي تهديداً وجودياً للمشاريع الأصولية الإيرانية والسعودية معاً، تلك هي الحقيقة. وأما سبب العقلية المتحجرة للأصولية السعودية تحديداً، فقد استفادت إيران من الربيع العربي لتحوله إلى ربيع إيراني. وهكذا رأينا الأصولية الإيرانية التوسعية وهي تتماهى مع الأصولية السعودية في حرف المطالب الديمقراطية المدنية للربيع العربي، كما رأينا صدام الأصوليتين التطيفيتين على الأرض العربية، واللتين تمثلان اليمين واليمين المضاد، خصوصاً مع انحسار الدور المصري اللاطائفي القيادي في المنطقة وتراجع دور اليسار وقوى الليبرالية والتحديث والتنوير التي وجدت نفسها حائرة وسلبية جراء تسلح الثورات السلمية وطغيان القيم الطائفية، أو تائهة ومشددة في تحالفها مع إحدى الأصوليتين ضد الأخرى حالياً، وبالطبع مع هامش بسيط لحركة تيار وسطي بينهما لكن بدون تأثير مسلح. إيران لا تخسر كثيراً لأن الخطر لا يلفح حدودها، على عكس السعودية المطوقة بالمخاطر، وهي التي فرطت بالعراق وتعثرت في سوريا وتعاني في لبنان والبحرين واليمن. وبالرغم من كل مسارات الصراع المسلح المحتدم في المنطقة، إلا أن الأصولية الإيرانية والأصولية السعودية لا يمكنهما وضع البديل الذي بشر به الربيع العربي أبداً، لكن لأسباب عروبية بحتة يتوجب على السعودية تجديد خطابها وأدواتها ليتجاوب معها أكبر قدر من الجمهور العربي التائق للتطور والتقدم. صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونت في الشأن اليمني: الحوثيون يلجؤون لتجويع المعتقلين في سجونهم. حيث استنكرت أمهات المختطفين تجويع أبنائهن المحتجزين في سجن البحث الجنائي بصنعاء الخاضع لسلطات ميليشيات الحوثي. واتهم بيان صادر عن رابطة أمهات المختطفين بصنعاء ميليشيا الحوثي بعدم توفير الطعام والشراب للمحتجزين، وهي أبسط الحقوق الإنسانية المكفولة لهم في كل قوانين ودساتير حقوق الإنسان العالمية.
وأفاد البيان أن الميليشيا تعرضهم للتجويع وما يرافقه من مخاطر سوء التغذية ضمن انتهاكات ابتدأت بالاختطافات. صحيفة الحياة اللندنية قالت إن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق البحر تراجع بمقدار 30% في العام 2016 نتيجة لاتفاق مع تركيا، لكن عدد الوافدين إلى إيطاليا من شمال أفريقيا ارتفع إلى رقم غير مسبوق. ويقضي الاتفاق المبرم في مارس بأن تحصل تركيا على بلايين من اليورو لإبقاء اللاجئين على أرضها ومنع المهربين من نقلهم عبر بحر إيجيه إلى اليونان. وتضمن الاتفاق أيضا وعودا لأنقرة بمساعدات مالية وسفر الأتراك إلى معظم دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة والإسراع بمحادثات لانضمامها إلى الاتحاد، لكن كل ذلك توقف بسبب حملة الحكومة التركية على منتقديها بعد محاولة الانقلاب العسكري في يوليو. وقالت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود فرونتكس إن قرابة 181 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا في 2016 من شمال أفريقيا عبر ما يسمى طريق وسط البحر المتوسط، وهو أكبر عدد سجل إلى الآن ويزيد بنسبة 20% على العام الماضي. ومن الأخبار الأكثر تداولاً، تقول صحيفة القدس العربي إن شركة كبرى في بريطانيا وفرت وظيفة تعد الأغرب في بداية هذا العام، وهي مترجم للرموز التعبيرية التي يتم استخدامها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعتبر اللغة الأكثر نمواً في العالم. أوضحت الشركة في إعلانها الوظيفي أن المطلوب من الموظف القدرة على ترجمة هذه الرموز والتواصل بها مع الزبائن على اختلاف ثقافاتهم. وأضافت مديرة الشركة أنه من يحق لهم التقدم إلى هذه الوظيفة هم المتخصصون في الترجمة أو في صناعة اللغة، إضافة إلى ممتلكي مهارات في مجال الاتصالات لمواجهة تحدي اللغة وسرعة نموها. ويكلف صاحب هذا المنصب بترجمة مستندات داخلية وخارجية وإعداد تقرير شهري عن أبرز الصيحات في مجال الرموز التعبيرية ورصد الاختلافات الثقافية في استخدام هذه الرسوم. كيف يمكن وقف الحرب العالمية الداعشية؟ بهذا التساؤل كتب عصام نعمان في صحيفة الخليج وقال في مقاله: لا غلو في القول إن أولى الحروب العالمية في تاريخ البشرية هي حرب الدواعش ضد العالم بأسره، بشراً وشجراً وحجراً. فالحرب العالمية الأولى لم تكن عالمية، إذ دارت معظمها في قارة واحدة أوروبا، وشاركت فيها دول عدة كانت في معظمها أوروبية، مثلها الحرب العالمية الثانية، إذ دارت معظمها في أوروبا ثم توسعت إلى آسيا، وحسمتها الولايات المتحدة بضربة نووية أولى لمدينة هيروشيما وثانية لمدينة ناجازاكي اليابانيتين، فقضى فيهما مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء. حرب الدواعش على العالم تبدو أكثر عالمية من الحربين الأولى والثانية، لأن أحداثها وفظائعها ومجازرها تكاد تشمل قارات العالم جميعاً ولو بمقادير متفاوتة. قلت إن الدواعش هم من شن أولى الحروب العالمية، ولم أقل داعش، ذلك أن الداعشية هوية يتعدى نطاقها منتسبي الدولة الإسلامية في العراق والشام، ليشمل إرهابيين غير منتظمين يستلهمون داعش لكنهم يتصرفون من تلقاء أنفسهم. فلا ترى قيادة داعش لاحقا ضيرا في تبني جرائمهم المدوية التي تكسبهم في ظنهم سمعة ودعاية. أطراف الحرب العالميتين الأولى والثانية دول، فيما أطراف الحرب العالمية الداعشية تنظيمات إرهابية وذئاب منفردة. وإذا كانت الدول تخوض الحروب بحثاً عن مصالح وامتيازات أو دفاعاً عنها، فماذا تراها تكون دوافع الدواعش لشن الحروب واقتراف المجازر؟ يمكن القول إن الدول بمسؤوليها ومواطنيها معنيون بالحياة بكل ما تنطوي عليه من رغبات ومصالح ومنافع وموجودات، في حين أن الدواعش غير معنيين بالحياة بل بالآخرة، الأمر الذي يحملهم على استخدام حياة الآخرين بل حياتهم بالذات وسيلة للوصول إلى أغراضهم، لذا هم أعداء الحياة بامتياز.
ومن جمهورية الصين الشعبية مهرجان للجليد زاره العديد من المواطنين هناك للاحتفال ومشاهدة الأماكن التي بنيت من الثلج بأشكال هندسية ممتعة وإضاءات تجلب الفرح في تواصل للاحتفالات بالعام الجديد. نتابع معكم هذه الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.